وفي تصريحات للحدث قال القيادي في حركة حماس محمد المرداوي إن كل ما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن وقف إطلاق النار في غزة واليوم التالي إيجابي. وأوضح المرداوي أنه لا مانع لدى حماس في بحث مستقبل غزة شرط أن يكون فلسطينيا. إحنا قلنا أن الخطاب الأمريكي من الرئيس بايدن إيجابي، كل ما ذكروا فيما يتعلق بالمفاوضات إيجابي، وقف إطلاق النار، الانسحاب، الإغاثي، اليوم التالي بصرف النظر نريد يوم تالي سيكون فلسطيني ويقرر الفلسطينيين، لكن جيد أن نتحدث عنه وعادة الإعمار. هذه مبادئ إحنا متفقين عليها وقلنا إيجابي عنها.